بسم الله. النقطة رقم 25 في مادة الأكسس، مايكروسوفت أكسس، بتتكلم عن ايه؟ درس حذف جدول او حذف استعلام او حذف نموذج او حذف تقرير، درس ولا اهيف منه. لكن احنا متفقين من الاول ان احنا مفيش نقطة هنعديها بدون ما ندرسها، فاستحملوني، اللي عارف يستحملني اهو دقيقتين. فهنروح للاكسس نشغله، هقفله وهشغله من جديد، ادي اكسس، وهنفتح نورث ويند المثال اللي احنا بنشتغل بيه، وهنجيب الجداول، ادي الجداول، فين الجداول؟ ادي الجداول، ادي الجداول، ادي الجداول، نوع الكائن، يعني انتقال الفئه مقسمه نوع الكائن عشان يجيب لي جدول وكذا وكذا، واقول له انا عايز الجداول، فدي مجموعه الجداول اللي عندنا، منهم جدول امبلوي. انا طبعا عشان مش عايز ابوظه هعمل منه نسخه واجي في اي مكان تاني اقول لصق، فيعمل لي ايه؟ يعمل لي نسخه منه، لزق من نسخه من امبلوي، عشان لما احذفه انا عايز اجرب الحذف، فلما احذفه ايه؟ ما يضرش المثال اللي احنا بنشتغل بيه. عايز احذف امبلوي او نسخه من امبلوي، اختار دي دايما اول حاجه، وبعدين الصفحه الرئيسيه حذف، مع ان ده بيتكلم عن السجلات، لكن برضه هو هيعمل ايه؟ هيعمل حذف. هل تريد حذف جدول نسخه من امبلوي؟ اقول له نعم. ماشي، تعالوا نعمل كمان واحد كاستمر، برضه نعمل نسخه ونعمل لصق ثاني منه، خلاص هيديني نسخه من كاستمر، واحذفه بالطريقه الثانيه. يا سلام، ايه الطريقه الثانيه؟ باليمين تقول له حذف. هل تريد نفس الشيء؟ يبقى باليمين الماوس ونقول له حذف، هيعمل لي نفس الشيء. سبلاير اللي هو الموردين ونقول له نسخ، وباليمين اقول له لصق ثاني، خلاص ادي لصق، في اللصق هو، ونقول له نعم، هيبقى نسخه من سبلاير، وباليمين على نسخه من سبلاير واقول له حذف. طب دي ما عملناها قبل كده، مش عملناها برضو؟ لكن ممكن بالكيبورد وتعمل ديليت الكيبورد، هيدي لك نفس الايه؟ نفس الموضوع، ان انا اجيب الكيبورد، معلش اجيب لكم دقيقه، خلاص ادي الكيبورد، واضغط على ديليت، فين مفتاح ديليت؟ اهو، فشوف قال لي ايه، متاكد ان انت عايز تحذفه؟ قول له نعم، اهو تاني، اهو نسخه من سبلاير، وقول له لو سمحت انا عايز اعمل ديليت، سيف، قال لي ايه؟ هل تريد فعلا تحذفه؟ قول له نعم، خلاص انتهى حذفه. يبقى اذا احنا عرفنا الثلاث طرق اللي بنشيل بيهم الجدول، او اول استعداد نفس الشيء، لو جبت مثلا اقول كاستمر وعايز احذفه، خلاص باليمين هقول له حذف، نعم، خلاص كاستمر فروم دينيفر، دي كلها حاجات احنا عاملينها، فعشان كده ما عملتش كوبي منها، اقول له حذف، اقول له نعم، خلاص. واللي هو برضه بالكيبورد ان انت تعمل ديليت، نفس الشيء الاستعلامات، نفس الشيء النماذج، نعمل كوبي من حاجه، ادي نسخ، نعمل لصق فيها برضه في اي مكان لصق، ونقول له موافق، وبرضه نفس الشيء كاستمر، نسخه من كاستمر ديتيل، وباليمين هقول له ايه؟ حذف، واقول له نعم، ونفس الشيء بيسري على التقارير. يبقى اذا طريقة حذف جدول، استعلام، نموذج، وتقرير، ان انا اروح للصفحة الرئيسية بعد اختيارها وادوس على حذف، او باليمين واقول له حذف، او على الكيبورد واضغط على ديليت، ونتقابل ان شاء الله في الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.